طيب استحالة طبعا نسيب اليو اي بالشكل ده، الشكل الكياسي اللي قدامي ده ما ينفعش. في واحد كمان قال لي مش معقول طول ما احنا شغالين كده تطلع لي يولوز، دي يعني مش محمسة ابدا. احنا كده او كده بنعمل اول لما اللعبة بتبدأ بنخفي اليولوز دي. طيب تعال نجرب كده نخليها مخفية باي ديفولت، يعني انا لو وقفت على السين ودبل كليك على الكانفاس كده ووقفت على التو دي ممكن نقف كده عليها ونجرب نشوف لو اخفيناها، لو خلناها باي ديفولت دي اكتيفيتد يعني. نشوف كده تمام. انا مش بحب اعمل حاجة الا لما تكون قدامك، يعني مش بحب اعمل حاجة وبعدين ابدأ الداس، بحب اعمل كل حاجة تبقى قدامك مهما كانت بسيطة. طيب دلوقتي احنا اتفقنا على تغيير اليو اي المنت او تحسين شكلها بحيث ان ما ينفعش ان انا افضل شايف الفونتس او اسيب الديفولت فونتس كده، يعني مش المنظر مش حلو ابدا. تعال نشوف ايه الفايلز بس اللي احنا الاول هنستعين بيها. هقف على البروجكت جوه ال عندي فايلز وبعدين تكستشرز، ممكن اخد هنا التكستشرز بقى اللي انا عايزها انزلها هنا او الملفات اللي انا مجهزها لك عشان تساعدك، مثلا بعض الصور اللي ممكن تساعدك في تغيير لون او في تغيير شكل اليو اي اليمنتس. وتعالى نشوف هنستخدمها ازاي مع السكريبتس اللي احنا كنا كتبناها قبل كده. يبقى في فولدر عندي هنا اسمه يو اي بيكس، هشده على التكستشرز فولدر. عندي فايل فيه مجموعة كبيرة جدا من الفونتس، هشده على الفايلز فولدر. بعد ما بضيف اي فايلز يعني اتأكد ان الفايلز دي مش هتعملك اخطاء، فبتضطر ان انت تتشيك اللعبة مرة كمان. طيب جميل، نقف بقى على واحد واحد او على حاجة حاجة. ده ال distance text كان بيطلع لي بشكل عامل ازاي، نفتكر مع بعض. بيطلع لي عبارة عن رقم قدامي اهو، اقصى الشمال فوق اقصى الشمال. عايز ابدأ اعدل بقى القصة دي، ممكن اظبط الالاينمنت بتاعه، يعني هعمله ميدل، هعمله سنتر، هغير الفونت بتاعه. احنا دلوقتي عملنا امبورت مجموعة كبيرة قوي من الفونتس، فاول لما هتفتح السيركل اللي جنب الفونت فاليو دي هيطلع لك كل الفونتس اللي انت منزلها. وبشوف طبعا تغير الفونت، عايز تزود الفونت سايز شوية ممكن نعمله 30 ونشوف مع بعض الفونت المناسب. الموضوع ده هيبقى محتاج يعني انت وذوقك بقى، الموضوع ملوش قانون معين، بتشوف الشيء المناسب للرقم اللي بيطلع. في واحد هيقول لي طيب هو انا بيتكتب لي رقم فانا عشان اشوفه بشكل احسن هكتب مثلا 30 و 25 سنتي، 30 متر 25 سنتي، واشوف هيبقى شكلها عامل ازاي مع تغيير الفونت. طبعا اللون الاحمر مش هو اللون الاوبتيمم، يعني ممكن نغير اللون بقى، ممكن اشوف كده، ممكن حتى اعمله 40، اغير اللون بحيث ان احافظ على لون واحد لكل اليو اي اليمنتس. فتعالوا مع بعض نختار لون يكون مناسب تمام. عشان تطبق نفس اللون ده على نفس اليو اي اليمنتس التانية ممكن تاخده كوبي وبيست من هنا، ممكن تاخد الفاليو دي كوبي ونشوف كده هيبقى شكله عامل ازاي. واحد قال لك انت نزله تحت احسن بحيث ان هنا ساعات بتبقى الخلفية غامقة ساعات بتبقى فاتحة، فتعالى نخليه يبقى تحت. وانا واقف عليه برضو هقف على الكاستم كده لهنا وهدوس على الالت اخليه تحت. لو دوست عليه دبل كليك اقدر اشوف مكانه.
طيب تمام. تاني تكست عندي التكست بتاع السكور. التكست بتاع السكور احنا هنحط له خلفية يو اي، او هنحط له صورة خلفية ايمج يعني. فهقف على الكانفس وهعمل رو ايمج من اليو اي، هخلي الرو ايمج دي يبقى الالاين بتاعها نفس، او يبقى المكان بتاعها هو نفس المكان بتاع السكور تكست، هتبقى بالشكل ده. عايز تخلي اليو اي، او عايز تخلي طبعا التكست هو اللي يبقى فوق والايمج هي اللي تبقى تحت، فهتبدأ تشدهم وتحرك الاماكن بتاعتهم من هنا. يبقى دي الرو ايمج اللي هيبقى ايه بتاع السكور، فممكن اسمي ده سكور اي ام جي. وبعدين اشد تحته السكور بتاعي، اشوف السايز اللي انا محتاجه للسكور. احنا كنا استخدمنا في هنا، استخدمنا السايز كان 40. طيب ممكن مع ده برضه نستخدم سايز في الرينج ده، يعني ما بين 40 و50. فانا شايف 50 هيبقى كويس. السكور بتاعي بيتراوح من 0 مثلا و30 او 99 whatever، فانا ممكن اكتب هنا 22 عشان نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. طيب لو عايز اعين ايمج بقى للسكور ايمج دي، هقف على الخاصية بتاعت التكستشرز بتاعتها، ادوس على السيركل دي، اشوف ان انا ممكن اعين له حاجة بالشكل ده. نشوف كده. زي ما قلت لك انت ممكن تحط اكتر من واحدة فوق بعض، وهنشوف هنعمل ايه بيهم لما يبقوا اكتر من واحدة فوق بعض. يعني انا مثلا تعال نشوف الشكل ده بس هيبقى عامل ازاي. طيب تعال ناخد واحدة تانية زيها فوقيها، فهقول كنترول سي كنترول دي، وعشان ما لخبطش الدنيا فهعملها تشايلد منها. طيب تعال نشوف بقى هنا، ممكن اغير واقلل الشفافية بتاعت دي عشان اللي تحتها تبان. فلو قللت الشفافية دي كده وجيت على دي ولعبت فيها، هنا ممكن بقى انا لو عملت روتيشن للايمج دي هيبقى ده افكت عندي على الهيلث سكريبت. طيب تعال نجرب كده الروتيشن اللي عندنا. لو قلت روتيت في الاكس مثلا 50،